وهذا سائل يقول: ما حكم الرق في الإسلام وهل نسخ؟ الرق في الإسلام من أحكام الجهاد، تابع للجهاد في سبيل الله. فإذا استولى المسلمون انتصروا على الكفار واستولوا على نسائهم وأولادهم، فالنساء والأولاد لا يقتلون لكن يسترقون، وهذا باقي إلى أن تقوم الساعة ما وجد الجهاد في سبيل الله. نعم.